سان كيتس ونيفيس. تعتبر سان كيتس ونيفيس العلامة التجارية مسقط رأس الجنسية عن طريق الاستثمار. بتقدم سان كيتس ونيفيس الفرصة للمستثمرين للحصول على الجنسية الاقتصادية منذ عام 1984. نظرا لكونها واحدة من أكثر الوجهات جمالا للهجرة، بتوفر سان كيتس ونيفيس إمكانية الوصول بدون تأشيرة لأكثر من 155 دولة. بالنسبة للأفراد ذوي الدخول المرتفعة، هي فرصة ذهبية للحصول على جواز سفر تاني، وبتسمح بإضافة الآباء والأجداد الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة في عملية الحصول على الجنسية. بمبلغ يبدأ من 150 ألف دولار أمريكي يمكن للشخص بسهولة التقدم بالطلب للحصول على جواز سفر تاني. تأسست مجموعة بات للخدمات القانونية عام 1993 عن طريق السيد سام بايات، وبيكون مقر المجموعة في دبي، وبتشمل خدماتها المهنية هجرة الأعمال وهجرة الشركات والتخطيط الضريبي وغير ذلك الكثير. للمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقعنا bayatgroup.com أو اتصل بنا على 800 bayat أو حجز الموعد عن طريق الواتساب.